السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس آب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول إلى التفاصيل مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. حركة السلاح، والسلاح يكون مربوط بمجمله من الدولة وكل النشاطات، ليس فقط السلاح، المقرات، وبدأنا بالتنفيذ. صدور قرار من القائد العام للقوات المسلحة بسحب عناصر الحشد من السيطرات الرئيسية بالسهل نينوى. لم أتوقع بأن تصدر عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية تجاهي تحديداً باعتبار ما قدمناه للشعب العراقي. قلنا لكم عمي لا توقفون قبالنا. بويا هنا البطل، بويا بويا وشوف الفوق. كل من يقول لك الحشد ينحل لا تصدقه، حتى لو رئيس الوزراء. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، اليوم نتحدث عن اقتحامات واعتقالات أجرتها القوات أو قامت بها القوات الحكومية مع الميليشيات في قضاء الطارمية. مناطق حزام بغداد تعاني من بطش الميليشيات والقوات الحكومية بحملات اعتقال ومداهمات لأسباب كثيرة. ترفع الحكومة شعار البحث عن مطلوبين، لكن أين هؤلاء المطلوبين؟ لماذا لا تعرض الحكومة من هم؟ لماذا لا تعرض أسماءهم، صفاتهم؟ لماذا يتعرض المدنيون في قضاء الطارمية وفي مناطق حزام بغداد باستمرار لهذه المداهمات ولهذه الاعتقالات وللتنكيل وللإهانات المستمرة والاعتداءات الجسدية واللفظية وغيرها من هذه الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة بقواتها والميليشيات الحشد بكافة تشكيلاتها؟ المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قال إن الميليشيات اعتقلت عشرات المدنيين من سكان قضاء الطارمية دون مذكرات اعتقال. أضاف المركز أن هذه الاعتقالات العشوائية تأتي بدوافع طائفية انتقامية ضد سكان الطارمية بذريعة ملاحقة مسلحي داعش، مؤكدا أن الطارمية تتعرض لحملات أمنية مماثلة بين الحين والآخر. طبعا لقطات تم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي والجميع شاهدها، تظهر كيف يهين عناصر الميليشيات والقوات الحكومية للمدنيين من أهالي مدينة الطارمية الرجال، كيف يجبروهم بتهديد السلاح على تقليد أصوات الحيوانات أجلكم الله، كيف يعتدون عليهم ويهينوهم وهم معصوبي الأعين وطبعا مكبلي الأيدي. وهذه الوسائل متبعة من أيام العمليات العسكرية في المحافظات المنكوبة، وكل من كان تحت يد الميليشيات كان يهان ويعتدى عليه بهذه الطرق والوسائل. والسؤال هو لماذا تستمر الحكومة بالسماح للميليشيات بالمشاركة في هذه الحملات الأمنية؟ إن كانت هذه حملات أمنية لملاحقة مسلحي داعش، لماذا تشارك بها الميليشيات؟ ألا تعتبر الميليشيات وفق القانون هي يعني ممنوع أن تتكون، ممنوع أن تتشكل وفق الدستور الموضوع؟ لماذا تسمح الحكومة بمشاركة ميليشيات ولائية طائفية في مناطق ذات غالبية سنية؟ لماذا محاولة إثارة واستفزاز مشاعر الناس والمواطنين بهذه الطريقة؟ لماذا تجر الميليشيات أو تدفع الحكومة بالميليشيات إلى المناطق، مناطق حزام بغداد، لأسباب طائفية طبعا معروفة للجميع، وتسمح بأن يتم الاعتداء على المواطنين الأبرياء بهذه الطرق والوسائل؟ الآن يتم الترويج من قبل الذباب الإلكتروني التابع للأحزاب وللميليشيات الطائفية في العراق الولائية طبعا، بأنه نعم أخلوا الطارمية من سكانها وخلوها تصير مثل جرف الصخر. طبعا هذا الموضوع يحمل نقطتين، النقطة الأولى هي دعوات تحريضية طائفية، النقطة الثانية هي اعتراف من الذباب الإلكتروني ومن أذرع الميليشيات الإلكترونية بأنه جرف الصخر تسيطر عليها الميليشيات،
وهذا يؤكد كلام الأهالي، أهالي جرف الصخر المهجرين منذ 7 سنوات، أنهم لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم بسبب سيطرة الميليشيات. وهو طبعا تأكيد أن الحكومة فاقدة للسيطرة على هذه الميليشيات، وهي بالفعل فوق القانون لأنها تفعل ما تشاء. وهناك تحريضات على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد هذا الكلام. من معنا الآن؟ السيد محمد من كربلاء، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحفظكم ويحفظ قناتكم المباركة ويستر عليكم جميعا، قناة الرافدين البطلة. الله يبارك فيك، حياك الله. والله يا أستاذ محمد ما يحكي حق الله إنسان عمره خسارة، حق الله. نعم. يعني بصراحة مظلومين هذه الصارمية، مظلومين جرف الصخر، ومظلومين هذه السوجة، وجميع المناطق السنية هي مظلومة. يعني ولو ما يصير كان الفضاء هذا الكلام. نعم. يعني وهذه الميليشيات هاي الوقحة دمرت البلد، دمرت المكانات كلها. وهسه أنا أستاذ محمد. نعم. والله العظيم جرف الصخر ولا أقدر أوصفها. نعم. زين. بس كل من يحكي حق الله والعدل ما حد يريده. أنا جاي أحكي لك حق الله. يعني أنا ابن كربلاء. نعم. وأروح وجاي أشوف بعيني. نعم. جاي أشوف بعيني شنو الميليشيات اللي سوتها، دمرت البلد، دمرت المواقع. يعني العفو سيد محمد، إذا حضرتك وطبعا ليس تقليل من الشأن، معذرة يعني، لكن هو إحنا نتكلم عن المواطن البسيط. حضرتك مواطن من عامة الشعب، وبالطبع أنت حالك على قدك ومواطن بسيط. لما أنت تكون عندك هاي الكم من المعلومات وده تشوفه بعينك، شنو إذن اللي تمتلك الحكومة وأجهزتها الأمنية من معلومات حول نشاطات هذه الميليشيات؟ إذا كنت حضرتك وغيرك من العراقيين البسطاء هواية تعرفون حقيقة الميليشيات وانتهاكاتها، الدولة بأجهزتها ومخابراتها وكل المعلومات المتوفرة لديها، ليش ما توفرها في سبيل إبعاد خطر الميليشيات عن العراقيين؟ أستاذ محمد الله يحفظكم ويحفظ قناتكم البطلة، قناة الرافدين. الله يسلم أخوي العزيز. أستاذ محمد، هي هاي حكومة إيرانية، ميليشيات إيرانية مدعومة من إيران. هاي واحد. اثنين، العراق العمل الكاظمي ولا للحكومات المتعاقبة. العراق انباع لأمريكا والإيران وكل من حفظته. زين، بعد بحال الشتمه، بحال العراق هم دمروا البلد ونهوه، والميليشيات هاي تابعة لإيران. زين. نعم. وفلوس ورواتبها كلها من إيران. هاي اثنين. اليوم جاي اشوف بالاخبار اني على احد القنوات. نعم. اثنين او ثلاثه من قضاء الناصريه ناشطين بثورة تشرين المباركه اليوم مختالينهم. زين. نعم. دراجه ناريه وضربتهم طلقات ومختالينهم اليوم بالناصريه. زين. نعم. أنا أشكرك سيد محمد من كربلاء، وصلت فكرتك، شكرا للمشاركة. عندنا السيد أحمد من صلاح الدين، تفضل يا أحمد، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ العزيز، يعني هذا حضرت جوار، هسه جاي يسوي حضرت جوار على قسم، يعني هذا يطلع جاي يسوي، هسه جاي يفتح محل يجون يغرمونه 5 ملايين، ما عنده منين يجيب. نعم. غرموك 5 ملايين يا أحمد؟ اي نعم، 5 ملايين غرامة، هي 5 ملايين مين اجيبها؟ واحد يطلع على رزق على شغلي. نعم. مين اجيب له؟ الله يكون بعونك. قدرت تبقى بالبيت يا احمد لما اعلنوا عن حظر التجوال، ولا ما قدرت تبقى بالبيت؟ والله يا عزيزي انا بغيت بالبيت، يعني قاعد شو اسوي؟ بس انا رزقتي يعني اطلع لو بيع لي خضروات لو شيء واجي عايش فيها الجهال وين البيت وش يعني ما يجيب لي. يعني انت تقول انه انت ما تقدر تعيش او تصرف على اهلك اذا بقيت قاعد بالبيت. اي نعم، يعني واحد يفضل قاعد بالبيت منين يجيب العيشه؟ نعم. طيب وهسه شنو الاجراءات المتخذه ضدك غير الغرامه المفروضه؟ والله ما في اجراءات متخذه، يعني عن 5 ملايين قرموا لي اياها وراحت. الله يكون بعونك، الله يكون بعونك. طبعا حضرتك تدري انه في بغداد مناطق ومناطق الحكومه تفرض غرامات على مناطق معينه ومناطق تاركتها، الناس تصول وتجول بيها ما حد يحكي وياهم. نعم. ليش هاي الاجراءات؟ ليش الحكومه على ناس وناس؟ حضرتك 5 ملايين ومناطق بغداد بظل الكثافه السكانيه بالعاصمه
وعايفتهم اللي يلعب طابة واللي ينزل الكافيه واللي يطلع بالشارع ما حتى نعم اللي يلعب طابة واللي ينزل الكافيه حتى أنا هم مناطق مناطق صلاح الدين يعني مناطق علي حظر تجوال مناطق معي حظر تجوال نعم أحمد أنا أشكرك والله يكون بعونك يعني حضرتك مو الحالة الأولى وأكيد المشاهدين يسمعون وطبعا هاي تأكيدات الأصوات والكلام من الناس اللي ديجينا هذا تأكيد على الإجراءات الحكومية الفاشلة حظر التجوال مفروض على مناطق ومناطق في العاصمة في بغداد مركز الحكومة ثقلها وتواجدها الأمني ماذا تقدر تفرض الإجراءات الاحترازية بالشكل الصحيح وحظر التجوال موجود على مناطق ومناطق لا وحتى إذا كان هناك حظر تجوال شنو اللي وفرته السلطة من وسائل دعم للمواطن العراقي البسيط في سبيل أنه هو يبقى قاعد ببيته ويتحمل الفترة فترة الحظر ناس أصحاب شغل وأصحاب محلات وأصحاب عوائل واللي ما عنده محل صاحب أجر يومي وعمل يومي ذولا شلون حيعيشون شنو بدائلهم السلطة ليش ما توفر البدائل للمواطن من عندنا السيد أبو عمر بن بغداد تفضل تحياتي لك أستاذ محمد ولقناة الرافدين البطلة وجميع مشاهدين قناة الرافدين أهلا وسهلا يا مسهلا أستاذ محمد إحنا دور الميليشيات يعني من تاريخ الاحتلال العراق من 2003 ولحد الآن انه هاي الحكومه اللي هي ما اساسا مو حكومه يعني عراقيه والها كفاءتها والها قراراتها والها يعني باي خطوات تخطيها اللي ممكن تعيقيا نعترف بها هاي حكومه لكن للاسف استاذ محمد دورها هاي الحكومه حكومه طائفيه ودلاله على ما بين بيها من الاعتقالات مناطقنا يعني خاصة خلني نحكيها بصراحة أستاذ يعني مناطقنا السنية كلها يعني جايزة كل فيها اعتقالات عشوائية بدون لا مذكرة قضائية للأسف لو أكو قانون أستاذ قانون يعني ما موجود شيء بالعالم كله بأنه ناس مناطقهم عزل وناس مدنيين الطب إلها ميليشيات وقوات تعتقل بدون أي ضرب بالمقابل يعني ما ممكن يعني واحد قاعد ببيته يجون يعتقلونه ويأخذونه بأنه هذول إرهابيين أو ناس مطلوبين فهذه كلها أشياء كاذبة تتخذ هذه الميليشيات لأن هاي الميليشيات تعتبر طائفية وليس أنه للحكومة العراقية دورها أن يعني تعتقل هذول الناس لا يعني قانون لا قضائيا ولا أي شيء اعتقالات عشوائية بكل المناطق اللي جاد يصير عندنا للأسف أي الحكومة العراقية الحكومة الكاظمية والحكومات المتعاقبة اللي سبقت هاي الحكومة يعني الكثرة دائما نلاحظ الاعتقالات في هاي المناطق يعني من إخوانه وأهلنا والسبب بدون أي أسباب اللي جايزة تسويه وجايزة تسوي الشعب العراقي نعم أبو عمر أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة عندنا السيد محمد من الأنبار تفضل يا محمد حياك الله سيد محمد من الأنبار فقدنا الاتصال عندنا أبو عراق من الفلوجة تفضل يا أبو عراق السلام عليكم أستاذ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد أنا أزعل عليك اللي يقول أكو حكومة حكومة ماكو أستاذ محمد لو أكو حكومة صحيح جادة ليش ما جاي نشوف الشعب اللي جاي يصير بي وين أكو حكومة عمي إحنا عايشين تحت عصابات أستاذ محمد تحت عصابات وأني أوجه كلمة للشعب العراقي وكليته أريد أسأل الشعب العراقي خلي يرجعني للتاريخ سيدنا الحسين لما استشهد استشهاده كان علي عليش هو وآل البيت مو على مود الظلم يا أخي أستاذ محمد بالله عليك أجيب من هالظلم هذا بعد في شوف من الظلم بعد شنو أكثر منه خلي شوية راجع حساباتنا شوية تكاتف بياناتنا عمي هاي مو حكومات هاي عصابات مافيات عصابات جاية بس على السرقة وقتل الناس يطلع لي قبل ثلاث أيام اسمح لي أستاذ محمد تفضل
يطلع لي قبل ثلاث ايام واحد محمد يقول الدكتاتور، عمي يا دكتاتور، هو سنة كم دكتاتور احنا؟ عمي بس ريحون مكافي، وين مريكم عمي مريكم؟ نعم رجعنا من عندكم، ملينا من عندكم وتعبنا بعد، وين تجي توصلونا استاذ محمد؟ نعم بس اريد اسالهم هم هسه الحكومه والسياسيين ايه؟ وين يجي يوصلون بعد بينا؟ وين يعني اكثر من هذا بعد؟ اكثر من هذا؟ ابو عراق، ابو عراق ليش الاستهداف ده يصير دائما على حزام بغداد بشكل مكثف، واللي يداهم ويعتقل ميليشيات ولا اي طائفيه معروف توجهاتها؟ ليش الحكومه تسمح، انت تزعل من كلمه الحكومه، ليش اللي بالسلطه يسمحون بانه هالمناطق الحساسه تروح لها ميليشيات ولا اي طائفيه؟ محمد ليش اسمع تفضل. اذا سمحت نعم استاذ محمد اسمعك ابو عراق، اذا سمحت ليش ليش الميليشيات طالعه كيف هيل وهم جايين يدزون استاذ محمد؟ نعم احنا احسب لنا هسه لو تسوي جلد كم حزب عندنا بالعراق؟ كل حزب عنده ميليشيات، خلي يكون بحجاباتك. نعم كل حزب عنده ميليشيات هم جاي يدزوهم، ومقصوده يا اخي احنا صار الشعب العراقي والسياسيين والحكومه ولا هم معروف. نعم. معروف من اللي جاي يسيرهم وجاي يقول لهم خلونا هاي المناطق. طيب ابو عراق انا اكتفي وياك بهذا القدر، اشكرك شكرا للمشاركه. عندنا السيد صباح من بغداد، تفضل يا صباح حياك الله. السلام عليكم اخ محمد، ارحب بكم. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك. بالنسبة للأحداث الأخيرة بالطارمية، نعم يعني الحكومة ما دزت جيش أو اتحادية اللي يسموهم مثلا أجهزة رسمية أو جيش نظامي، دزهم الميليشيات اللي هي الميليشيات ما تعترف بالقانون. نعم. وعدها الميليشيات عدها تريد تسوي تطهير عرقي بهاي المناطق مثل ديالة ومثل جرف الصخر، ويعتبرون هاي المناطق خطر عليهم، يسموه حزام بغداد اللي هي من مئات السنين هاي الأهالي والعشائر موجودة بهاي المناطق. حاليا اكو ضغط عليه صار لأكثر من 4-5 سنوات، هم ضاغطين على الطارمية ومحيط كل محيط بغداد في سبيل يهجرون الناس. يعني الحكومة بدل ما تقف بهاي الأزمة الصحية وباء كورونا ويا العالم، لا تسوي عليها ضغوطات في سبيل يهجرون الناس ويعتقلون الناس ويقولهم جاي نشتغل احنا مكان هاي التفجيرات اللي هي أساسا التفجيرات. يعني احنا نعرفها وراها الحرس الثوري بأيادي. نعم. بدر والعصائب فجر باب الشرجي وغيرها وهاي الكواكب. يعني سيد صباح الحكومة دا تقول انه احنا دا نقوم بهاي الحملات في سبيل ملاحقة مطلوبين عناصر تنتمي أو مسلحين يتبعون الداعش. نتائج هاي الملاحقات، نتائج هاي الحملات الحكومية وينها؟ ليش المواطن ما يشوف العناصر اللي فعلا نلقت الحكومة القبض عليهم؟ ليش نسمع عشرات المدنيين يتم إلقاء القبض عليهم وهم لا لهم علاقة بداعش ولا ينتمون لا من قريب ولا من بعيد لهذا التنظيم؟ أستاذ محمد، هم جايين على شباب معينين من طائفة معينة، هم السنة، فهاي الحكومة الطائفية جت هسه صار خلال هاي الأيام مئات الشباب تم اعتقالهم على شبيك دواعش. زين انتوا لو عندكم معلومات على كم شخص او خليه داعشيه ما بيها شيء، روحوا القوا القبض عليهم وخلينا ينالون جزاءهم العادل. لكن هاي المداهمات وهذا الخرق على ايد الميليشيات الطائفيه اللي هي اساسا يعني غير مرغوب بها مناطق السنه وحزام بغداد الطارميه وغيرها، يعني ما مرغوب بها ميليشيات طائفيه ولا اي الايران، شلون انت تجي تخليها تنفذ واجب بمنطقة الطارمية كمصطفى الكاظمي اللي هو يعتبر القائد العام للقوات المسلحة وبأمره طلعت؟ يعني انت من صار خطف وصارت صار اغتيالات في جنوب العراق بالناصرية والبصرة وبابل وغيرها والنجف وأحداث النجف الدامية، ما طلعت جهاز مكافحة الإرهاب أو اتحادية وداخلية راحم ألقم القبض على العصابات الموجودة هنا، لكن الناس الآمنين الأبرياء يتم مداهمتهم بعد منتصف الليل وكلها على الشباب، يأخذون الشباب كل بيت يأخذون من عنده 1-2. طيب. وترويع صباح الأحوال. أنا بس أكتفي وياك بهذا القدر لأن عندنا متصلين ينتظرون، بس قبل لا نستقبل باقي الاتصالات خليكم مشاهدينا الكرام ويانا تشوفون هذا المقطع اللي هسه حنعرضه، الطريقة اللي تتعامل بها الحكومة وميليشياتها وأجهزتها الأمنية
مع المدنيين اللي لا ذنب لهم ولا جريمة لهم، لم يرتكبوا أي مخالفة أو انتهاك، بس شلون يتعاملون وياها اللي يتحدثون دائما عن حماية الأعراض وعن حماية الناس وأرواح الناس وحفظ القانون؟ خلونا نشوف. إذا كان رقم 50,000 كتل اللي كتل هذا مضبوط. الواو شو يسوي؟ هذا مو شيء. شو يسوي الواوي؟ أقواري. شو يسوي الواوي؟ مو أنت. شو يسوي الواوي؟ لا. الواو شو يسوي؟ تعال هنا رزاق شو يسوي؟ بأي قانون بالعالم يتم التعامل مع معتقل بهذه الطريقة إن كان مذنب أو بريء؟ بأي قانون بالعالم؟ القانون اللي هم يتفاخرون يقولون إحنا حطينا قانون ودستور يعتبر من أعظم ما شهدته البشرية، طريقة غير آدمية في التعامل مع البشر. وطبعا أغلبهم من سكانه، كلهم هم طبعا من سكان الطارمية أبرياء لا ذنب لهم، وإلا لقامت بإعدامهم هذه الميليشيات على الفور لو فعلا هم كانوا دواعش، لأن هو نظام الإعدام الميداني متبع عند هذه القوات، وحتى المدنيين الأبرياء تم إعدامهم سابقا. لكن الحكومة وين عن هذه الانتهاكات؟ المنظمات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان من برلمانية وغيرها وين عن هذه الانتهاكات؟ أين العدالة والقانون في العراق عن هذه الانتهاكات الغير آدمية التي يتعرض لها المدنيون؟ طبيهم من الفجر عصابات ميليشيات يعتقلون الناس أبرياء بدون مذكرات إلقاء قبض قانونية رسمية، وينكلون بهم بهذه الطريقة ويهينوهم بأعمار، شفتوهم ناس كبار بالعمر رجال يهانون وتهان كرامتهم بهذه الطريقة. عندنا أبو حسن من بغداد، تفضل. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. منظر مؤلم يعني، والله يعني كتتني الحسرة على الشغلة هاي. هم هسه اللي يعتبرون نفسهم حكومة، هم مو حكومة أخي. نعم. هم دولة ميليشيات، قالة ميليشيات. يعني جابوهم الأمريكان، هم ميليشيات أصلاً. من مالكيها إلى جعفريها إلى عمارها إلى 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 آخره. هم كلهم شغلوا ميليشيات. هم يجيبوا لك عقول تتهم يعني تحكم البلد، لا بالعكس، هم جايبين ناس حالهم حال هذول يذون الناس يعني. والله منظر مؤلم يعني. نعم. يعني احترق دمي والله. زين هم هذول هم اصلا ميليشيات جابوهم يحكمون العراق، زين شلون يتصرفون؟ يتصرفون بعدميه؟ مستحيل. الكاظمي اللي صدع رؤوس الناس بالتغريدات وبالوعود الفارغه لما يتكلم عن عصابه الموت وغيرها، وين من هاي الميليشيات اللي تعتدي على كرامة الإنسان بهاي الطريقة؟ أخي ولا ذا الكاظم هو أصلا كرامة ما عنده، لما يشوف الشعب هذا يتدمر يتأذى ويشوف كل شيء. هي مو بأمرت على أساس القوات المسلحة؟ نعم. هي مو قوات مسلحة، هم ذول كلهم ميليشيات جاية من طريق إيران ومعلمتهم أمريكا شو يسوون. نعم. شوف الحال يعني. حيدر العبادي لما قال أنا انتهت قصد داعش، غير رجل عنده كلمة، لازم رجل عنده كلمة وواثق من كلامه. زين شلون يعني استطاعت ميليشيات؟ هاي كلها مؤامرة على العراق، تدمير العراق، إهانة العراق. يعني ذولا قادة أصلا يحكمون العراق حاليا. نعم. هم قادة ميليشيات ما يعرفون أمور السياسة ولا القيادة ولا معرفة أمور الناس. نعم. يعني هم كانوا مهجولين بال 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 بالأهوار ومكانات نتنة مثلهم هم نتنين وفقاعات. بس هم الناس اللي ايدتهم هم منهم. نعم. ولذلك الشعب ابتلى بيهم. العراق عمره ما كان هيجي ولا كان يتحمل الاهانه او السب. نعم. او القذف او اي شيء. هم دول جايين تدمير العراق. يعني انا حي اخويا صباح والله اتكلم. نعم. كلام حلو ومعقول. هي من زمان المغامره على الطارميه، مو بس على الطارميه، على الغربيه كلها يعني. نعم. هيجي يعني داخل شيء مره صار قبلها مره. زين يا رئيس الوزراء انت شنو انت؟ يعني شنو موقعك بالاعراب؟ نعم. انت ما تشوفه بالتلفزيون؟ ما تنعرض عليك؟ فهم كلها هي مؤامره على العراق. طيب. ولذلك يعني البلد اذا يظل سكوت عليه راح يروح للهاويه اكثر واكثر.
لان كل الدول هسه الباقيه دا تجيب لقاحات دي شعوبها. هذول جاي ما يجيبون لقاحات، حتى لو عندهم فلوس ما يجيبون لقاحات، هم يريدون الشعب يموت ينتهي. يعني يموت على بكره ابيه. ولذلك هم هذول عجم زباله ولد زباله، عمرهم ما ينصحون ولا يعرفون العراق اصلا له قيمه، لان هم اصلا ما لهم قيمه. انا اشكرك يا ابو حسن من بغداد، شكرا لك للمشاركه. طبعا ذكر السيد ابو حسن من بغداد حيدر العبادي في فترة حكم حيدر العبادي قال بأنه في العراق لديه معلومات هو شخصيا بوجود أكثر من 100 فصيل مسلح يحمل السلاح خارج إطار القانون. هذا حيدر العبادي رئيس وزراء قائد عام للقوات المسلحة ومنصب طويل عريض. ومع هذا خلصت فترة العبادي وما قال لنا منه هاي الميت ميليشيا ولا ألقى القبض على واحد من هاي الميليشيا أو هاي الميليشيات. كلام حيدر العبادي معناه أنه أكو 100 ميليشيا أو 100 فصيل مسلح غير ميليشيات الحشد الشعبي اللي هو سوالها إطار قانوني وطاها حصانة من الملاحقة القانونية. إذن كم الميليشيات الموجودة في العراق؟ مثل ما قالوا المتصلين بعض الناس يرون بأنه كل حزب موجود بالعراق عنده ميليشيا وفصيل مسلح. وين رئيس الحكومة الكاظمي اللي يريد يجمل صورته قبل الانتخابات عن طريق محاولة إظهار بأنه هو يلاحق المخالفين للقانون، من يحمل السلاح، من يغتال المواطنين، من يعتدي عليهم؟ وين من هاي الانتهاكات اللي تصير في مناطق حزام بغداد؟ الحكومة طبعا قامت بهاي الحملات الميليشيا والحكومة بعد 3 أشهر من آخر حملة شهدتها مدينة الطارمية شمال العاصمة بغداد. مصادر أمنية قالت بأن التعزيزات جديدة من الجيش الحكومي وصلت إلى القضاء للمشاركة في هذه الحملة التي طبعا مثل ما شفتوا بالمقطع ميليشيات هي التي تقود، هي التي تعتقل، هي التي تهين وتعتدي على المواطنين. الزي اللي كانوا يرتدوه زي ميليشيات ما لا أي علاقة بالزي الرسمي الحكومي، وهذا أكبر دليل أنه هذه الحملة مقادة من قبل ميليشيات. من معنا الآن؟ السيد أحمد من ديالة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد نصي صوت التلفزيون لو سمحت، اسمعني من الهاتف فقط. أنا أسمعك أخي. ليش أنتوا ليش حكون على الميليشيات وما ميليشيات؟ ليش يسمونهم ميليشيات؟ لا شو اسمهم؟ يعني مقاومة. مقاومة من؟ المن قاوموا؟ قاومنا الأمريكان. وين وين؟ بس لحظة على كيف؟ وين؟ خلي ناخذ وننطي. طيب الدواعش بس اسمح لي. طيب كمل يا أحمد. شنو وين ليش هاي المحافظات من حررها؟ طيب تمام، هاي المحافظات بس أقول لك أنا من حررها هاي المحافظات. طيب أنا أريدك تخلص حتى أسألك أنا هم. أهل كلهم فروا وإحنا حررناها. طيب إحنا حررناها بدمنا وبدم الشهداء حررناها. طيب من تخلص بس حتى اسمح لي حتى اتناقش وياك. ايه طيب سيد احمد، اولا حضرتك تقول بانه المقاومه انت تسميهم، تعترض على كلمه ميليشيات وتقول ذولا مقاومه. قاوموا من والامريكان قاوموا من والامريكان موجودين ومنتشرين في قواعد عسكريه منتشره في محافظات عراقيه مختلفه. قاوموا من وعندك في بغداد اكبر سفاره امريكيه في الشرق الاوسط موجودة في بغداد بيها أكثر من 5000 جندي أمريكي. قاوموا من؟ ليش تقول أنه هم قاوموا داعش؟ طيب داعش تنظيم إرهابي، هاي الناس ما تختلف عليه. لولا طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لما خطت هاي الميليشيات اللي انت تسميهم مقاومة شبر واحد على الأرض لولا الطيران الأمريكي، طيران التحالف الدولي. عن أي مقاومة تتحدث؟ عن أي مقاومة حضرتك تتكلم؟ طيب فقدنا الاتصال ويا احمد من ديالة. اي مقاومه تسوي اللي دنشوفه بهاي النماذج اللي عرضناها، الصوره اللي عرضناها والمقطع اللي شفتوه حضراتكم من اهانه وتنكيل. اي مقاومه، وخرجت منظمه هيومن رايتس ووتش بتقرير قالت فيه بان الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الحشد تضاهي ما قام به داعش، نفس المستوى بالاجرام والانتهاكات. هذا تقرير منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان.
الأمم المتحدة أرسلت في زمن حكومة حيدر العبادي تقرير إلى حكومة العبادي طالبته بفتح تحقيق في إعدامات ميدانية ارتكبت على يد قوات ترتدي زي الحكومي والحشد. الأمم المتحدة في بيان خرج عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ذكر فيه أن عمليات اغتصاب ارتكبتها عناصر القوات الحكومية وداعش والحشد الشعبي ضد فتيان وفتيات من المحافظات المنكوبة. أي تحرير وأي مقاومة وحماية الأعراض اللي انت تقولون بيها؟ واليوم عندنا أكثر من 1.5 مليون مهجر ونازح لا يزالون في المخيمات، بيوتهم مدمرة، بيوتهم صايرة تراب. يا مقاومة تسمح لنفسها أنه تمنع الناس من العودة إلى مناطقهم، وجرف الصخر مثال، صار لهم 7 سنوات ممنوعين من العودة. وهذا مو كلامي، هذا كلام أهالي المدينة والحكومة، واليوم تأكيدات من أتباع هاي الميليشيات اللي تسميهم مقاومة يؤكدون أنه أو يطالبون بأن تصير الطارمية مثل جرف الصخر، ما بها بشر، مراكز للميليشيات. ثورة تشرين شافت منكم المقاومة الحقيقية، تتركون الأمريكان موجودين والطيران الأمريكي موجود والتحالف الدولي اليوم يريد الناتو يريد يزيد عدد قواته 8 أضعاف بالعراق، وأنتم تتكلمون عن مقاومة. طيب من عندنا السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أبو فيصل. تحية لك ولغنى الكادر الطيب. بالنسبة للأستاذ بالعراق على ما يجري بحزام بغداد والطارمية ومناطق العراق كلها، هي حكومة أستاذ بالعراق، هي حكومة ميليشيات، ليست ما في حكومة وميليشيات، البلد هو حاكمته الميليشيات. الكاظمي هذا المجرم من عتبه أتتبه الميليشيات أستاذ محمد، يعني والعراقيين يعني مو اختيار الشعب العراقي، هو يعرفونه، وهو لم يقدم للعراق الخيانة، اختيار مقتدى الصدر زعيم ميليشيا سرايا السلام. نعم صحيح، نعم صحيح، هذا أستاذ لم يقدم للعراق الخيانة والسرقات، ولن يقدم أي واحد، فهو واحد مجرم لابد من إسقاط هذه العصابة على رأسهم الكاظم، على الشعب العراقي أول شيء إعدام الكاظم، تعليقه إن شاء الله بتحت التحرير، هو وكل الخاونة والعملاء، وتحية لك. شكرا جزيلا أبو فيصل. عندنا أبو زينب من البصرة، تفضل يا أبو زينب. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسعدك حبيب قلبي. الله يسلمك يبارك بيك، تفضل. بالنسبة أستاذ بالنسبة لحكومتنا اللي تدعي بحكومة هي من زاخو خلينا نقول إلى الفاو، من أي من الشعب راضي عليها بالنسبة لها ومعتبرها حكومة. نعم. يعني فاللي جاي يسويه بالشعب هذا ما مرضي اولا، الثانيه هم يعرفون نفسهم والحكومه متكونه من ميليشياتيه طبعا. نعم. وجاي يغشون نفسهم على انه حكومه، وشفت انت في الحاله الاخيره من سوى حضر على الشعب عن ناس الدول الافقر دوله افقر دوله، وحتى لو متكونه من اي شيء جابوا هاي العلاجات مال كورونا. نعم. اللقاحات واتخذت الناس، واحنا صفر نرجع نسوي حظر على الناس. ابو زينب رايك بالمداهمات والاعتقالات والاهانات مثل ما شفت يمكن حضرتك المقطع اللي دي تعرضوا له المدنيين في قضاء الطارميه شمال بغداد، الحجه ان هم دي يلاحقون عناصر من داعش. طيب انت تلاحق عناصر من داعش، شنو ذنب ذولا المدنيين تهينهم الميليشيات وتعتدي على كرامتهم بهاي الطريقة؟ سيد أبو زينب، احنا لازم يرحمون اي انت من هنا ومن هناك، من البصلة ومن صلاح الدين، ماكو تمييز، ولذلك هم اللي طلقوا الجهات اللي راحت الطارمية مو اساسا مو حكومة، يعني هم ميليشياتين، ميليشيات اللي داخل الحكومة اللي يعطون اوامر وليس الحكومة. طيب سيد أبو زينب أنا أشكرك من البصرة، ويانا السيدة شهد من الموصل، تفضل يا شهد. شهد من الموصل موجودة شهد؟ أهلا. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا شهد.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو. أسمعك يا شهد، تفضلي. شهد، بس اسمعيني اسمعيني من الهاتف لو سمحتي، ونص صوت التلفزيون. أنا سمعت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا وجه صوتي لهذا أبو دياله. أي. يقول إحنا من الملفيات، هم أصلاً. ألو. أسمعك يا شهد، تفضلي. سيدة شهد من ديالى من الموصل عفوا. أسمعك يا شهد، تفضلي. طيب، فقدنا الاتصال مع سيدة شهد من الموصل. عندنا محمد من الأنبار، تفضل يا محمد. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ بس سؤال. تفضل. استاذ اوجه له سؤال، وهاي يعني امانة الله ورسوله اريد تبلغ وزير الرعاية بيها. تفضل. استاذ احنا صار لنا قبل 6 شهور 7 شهور اخذها ومن عندنا كل واحد 3 ورقات. ما شنو؟ وقالوا راح نسجلكم بقائمة الرعاية الاجتماعية. طيب. ايه، وكفيلة الله صار لنا 6 شهور، حرام ما نندغن، وين راح نوجهني؟ ايه. وقالوا راح نسجلكم وعلى الموازنة وانتظروا، وقالوا انه يوم 15/2 راح يقرون الموازنة. طيب. وهسه ننتظر، وهاي هسه انا اليوم 21 وكل شيء ماكو. المن انطيتوا الفلوس؟ المن انطيتوا الفلوس يا محمد؟ استاذ احنا انطينا الفلوس، احنا يجي بينا 15 واحد. طيب. ايه، اخذوها قالوا على اساس اخو نائب شنو، وقالوا واحد يداوم كله بالكاظمية. طيب. ها؟ على الحاسبه مال كاظمية. يعني واحد اللي ياخذ الفلوس منكم لو هي جهه حكوميه؟ هي وهذا تابع الحكومه، هذا هي صارت كلها فرود. طيب. ولا قامت تبوق يا استاذ محمد. نعم. رحمة لوالدك، والله العظيم كفيلك الله، عايشين عدل، اقسم لك بالله. الله يكرم بعونكم. يعني حكومه قامت ما تستحي، قامت تبوق، وهسه مو سوى على اساس ما حضرت جوال، والله ما حضرت جوال. نعم. بس عندهم باقي، هم ايران مشتركين بيها. نعم. كفيلك الله. وهذول ناس ما عندهم ظلت مخافه الله. العالم يجب يموتون العوائل بالجوع. نعم. محمد، أنا اتمنى صوتك يوصل. انا اشكرك يا محمد، واتمنى صوتك يوصل، وهاي رساله حتى تشوف الدولة أو يسمع الناس، يسمع العالم. إحنا الحكومة هاي بعد الناس غسلت إيدها منهم، يسمع العالم اللي دي يصير بالعراق من فساد وسرقة لقوت البسطاء. لما تجي حكومة تفرض حظر تجوال على البسطاء، شنو مصيرهم؟ وهم حتى مبلغ بسيط من الرعاية الاجتماعية ما عندهم، لا مخصصات، لا حصة تموينية، لا أي دعم حكومي لهذه الشريحة الكبيرة جداً بالملايين من المجتمع العراقي تحت خط الفقر. شنو مصيرهم؟ وكو هاي السرقات وهذا الفساد وابتزاز العالم وتعشيمهم انه احنا حنسوي لكم وحندرجكم ضمن الموازنة وحتكونون موجودين ضمن الرعاية الاجتماعية، وسرقة لمئات الدولارات من البسطاء اللي يمكن مدينها حتى المبلغ هذا، حتى في سبيل انه هو يتسجل ضمن الرعاية الاجتماعية، وعود وماكو تنفيذ. شهد من الموصل مرة أخرى، تفضلي. أنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي، أنا أريد أوجه صوتي لكل العراقيين، مو بس صوت، لكل الدول. نعم. هذول الإيرانيين اللي بعثوا، هذول يقولون إحنا مو من ضمن داعش ومن ضمن الأمريكان ومن ضمن مدري شنو، أنتوا كلكم أنتوا عراقيين. أنتوا بنيتوا هذا الشيء كله. أنتوا بنيتوا. ليش هذا يقول إحنا نطينا دمنا؟ أنت مو عراقي؟ من نطيت دمك أنت ما متت. أنا أريد أوجه صوتي لك أنت يا ابن ديالة، تقول أنا نطيت دمي لأن
للمحافظات. يعني هسه احنا جالسين بالمخيمات خارج الدول، يعني انتم ما تسالون ما تقولون يعني شنو يعني هذا، يعني الوضع هذا كله يعني تدمر من وراكم. كل من يقول يسولف على محافظته، كل من يسولف على دنيته، ليش ما تفكرون بالناس التعبانه؟ أنا أسأل حضرتك، أسأل حضرتك سؤال، وأنت من أهالي مدينة الموصل، وهي مدينة اليوم الجانب الأيمن بيها صاير تراب. ذولا اللي يقولون إحنا قدمنا دماء وإحنا المقاومة وحميناكم، إجوكم لمدينة الموصل وبنوا لكم المناطق المدمرة؟ هذولا مو مقاومة، هذولا كلهم حشد إيراني مو مقاومة. هذولا كلهم انطوفت بالفلوس وبالبوق وبالنهب. نعم. يسوون نفسهم مقاومة. مقاومة شنو؟ انتم مقاومة بلديات تستاهلون، انتم مو مقاومة. نعم. انتم مو يعني واحد يحكيكم بسلوب زينة، انتم كلكم ايرانيين من دعم المالكي وربعه. نعم. سيدة شهد انا اشكرك من الموصل، شكرا للمشاركة. من عندنا اليوم ايضا اتصال؟ من ويانا؟ شباب من عندنا اتصال؟ ام سجاد من بغداد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خيرني. تفضل يا أم سجاد. هاي مع الطارمية، مداهمة الطارمية. نعم. هاي أنت منو؟ مدري شلون. شلون العفو؟ ألو. أم سجاد أسمعك، تفضلي. ألو. أسمعك يا سيدة أم سجاد، تفضلي. أم سجاد. ألو. أسمعك أسمعك يا أم سجاد. يبدو الصوت بمشكلة. طيب نرجو أن نتعود السيدة أم سجاد للاتصال مرة ثانية، لأنه ما سمعت أو ما فهمت شنو الفكرة. عندنا رسائل. السيدة فاطمة من ألمانيا تقول: السلام عليكم قناة الرافدين العظيمة. أخي محمد، ليش منو باقي من الشباب؟ أشوف كلهم بالسجون أو مقتول، باقي بس ذيول إيران القذرة. حسبنا الله ونعم الوكيل على من خرب العراق. رسالة سعد من السعودية يقول: ما تنهجوا هذه العصابة المجرمة من انتهاكات وقتل، دليل على ارتباك واضح ولإثبات الوجود، اتبعوا هذه الأساليب. أبو محمد من السليمانية تفضل. حياك الله. مساء الخير عيني. مساء النور، اهلا وسهلا عيني حبيبي. انتم ليش تقولون ميليشيات؟ لا تقولون ميليشيات. لا شو نقول؟ الميليشيات قليل بحقهم. لازم تقولون عصابات. نعم. لازم تقول عصابات. نعم. كفيلك الله، دولة مو بشر مو اوادم. يقولون يعني ثاني يجي ابو ديالة، يجي احمد بن ديالة، يقول ذولا مقاومه وضحوا بدمائهم. اي مقاومه 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 يجينها بالعالم. مقاومه ياكل العالم. اي مقاومه؟ ماكو مقاومه. نعم. اخي العزيز، العراق مالك منتهي. نعم. زين. انت روح شوف انت روح شوف السفارات مالك الدازيها. كلهم بيع الخضره وبيع شو اسمه طماطه. نعم. اي مقاومه؟ طيب ابو محمد انا اشكرك، الوقت شارف على الانتهاء. السيده ام سجاد تفضلي. ام سجاد، يا سيده ام سجاد. سلام. حياك الله ام سجاد. يعني بالنسبة اللي حاول اتصال من مشاهدينا الكرام، خلص احنا اخر متصلين السيدة ام سجاد وعلي من كربلاء. تفضل يا ام سجاد. هيا المحتقلين. اي تفضلي. اي انا ابويا صار 6 سنين. نعم. ايه اسمع، وانا والله صار تداخل بالخطوط. أنا أعتذر من السيدة أم سجاد، مدى أفهم شيء. علي من كربلاء تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحفظك إن شاء الله. الله يبارك فيك، حياك.
نصي صوت التلفزيون يا علي لو سمحت. ماشي. اي انا صيته. تفضل. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا سيد علي. الاولى عم المرجعيه دمرونا وحق محمد دمرونا. شبيهم ليش سووا؟ مدمرينا وحق الله مدمرينا بنص كربلاء طول تفتيش تطلع تفتيش تجيب قوطيه يفتشوك موتونا وحق محمد بس يبعث عمنا بزمان صدام والله مرتاحين كنا. تفتيش شنو الهدف من التفتيش؟ التفتيش طابوا يفتشوك طالع يفتشوك ممنوع التجول ما طار ما يطببوه بنص الصحن ما يطببوه موتونا وحق الله موتونا دول. الله جابهم هذول علينا بلوه وحق محمد. الله يكون بعونكم يا علي. الله يكون بعونكم. بينات فاهمني بيروحون فدوى صدام حسين وحق محمد القنقره ما صدام حسين تسوى. طيب. المعممين كلهم تسواهم. سيد علي انا اشكرك من كربلاء. يعني نرجع ونقول احنا انه شنو اللي قدموه بعد الاحتلال؟ شنو اللي قدموه هم الجويد يقولون احنا خلصناكم من نظام قمعي؟ نظام السابق نظام انتهى بما له وما عليه. حدثونا اليوم ايش سويتوا للمجتمع العراقي؟ ايش سويتوا للنظام الامني؟ تدقيق وتفتيش ما شاء الله بكربلاء حريصين على ارواح الناس وعلى امن المحافظه. ليش ما تحرصون على امن الناس اللي موجودين بالطارميه؟ ليش ما ترجعون الناس المهجره من جرف الصخر؟ ليش ما ترجعون الناس المهجره اللي ممنوعه من العوده الى مناطقها في الانبار ونينوى وغيرها دياله وغيرها من المحافظات؟ الامن شنو نوعه؟ يعني ليش اكو تفريق بالامن؟ انه تجديد على المواطنين في مناطق وترك الامور ماخذ راحتها في مناطق اخرى، شنو موضوع الحظر هذا اللي ما مفهوم؟ ناس توقع عليها غرامات بالملايين وناس متروكه تسوي تاخذ راحتها بشوارع العاصمه بغداد، مناطق موجوده من المحافظه من المحافظات العراقيه طبعا كثيره، متروكه الناس تاخذ راحتها. احنا طبعا نعتذر عن الاخوه اللي ما قدرنا نقرا اتصالات نقرا رسائلهم طبعا على الواتساب. اشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعه والى اللقاء.